يعني سمر دائما متعودين بصباحنا غير يكون عنا مساحة للعمل الإنساني يلي ما بتتوقف بل بالعكس دائما هي مستمرة ومتجددة في جمعية سبل المجتمعية لنتعرف عن جديد نشاطاتها. بصرنا نرحب بضيفنا الأستاذ عقاب نصر الحلبي منسق أعمال الجمعية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، يسعد كل عام صباحك، كل عام بخير. وانت بألف خير، نعم عليكم يا رب. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير، واكيد الجمعية كلها والاطفالنا اكيد وهن بألف خير. بالبداية خلينا نحكي عن مبادرة صالون سبل التنموي، خلينا نحكي عنها نتعرف عليها بشكل اكبر. يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير، وكل اطفالنا امهات اطفالنا، البلد كلها يا رب تكون بألف خير، ونعاد دائما على الجميع بصحة وسلامة. بشهر رمضان المبارك كان لنا حصة بالشهر الكريم بالمشاركة بورشات كثيرة من ضمن أهداف الجمعية اللي نحن بنشتغل عليها، وما يخص تحديدا الاضطرابات النفسية والاضطرابات لذوي الإعاقة النمائية والتعلمية. بدينا بصالون بشهر رمضان بصالون سبل التربوي، هو فكرة عبارة عن محاضرات بما يخص ذوي الإعاقة والتربية الخاصة على منصة الفيسبوك. يعني كان عبارة عن محاضرات توعوية للأهل باضطرابات متعددة، يعني كانت بشكل يومي تقريبا، تنوعت مع أخصائيين ودكاترة من جامعة دمشق ومن أخصائيين بذات المجال. كانت تنوعت الاضطرابات هي عبارة عن، يعني هو كانت خلينا نقول مبادرة توعوية هادفة الأكثر منها، ما أنا موجهة لشريحة ذوي الإعاقة إنما هي شريحة لكافة الشرائح بالمجتمع. المبادرة تختص باضطرابات النمائية مثل ADHD، صعوبات التعلم، التوحد. كان عندنا تحليل سلوك التطبيقي ABA لأطفال التوحد، كان عندنا محاضرات بالصم، كان عندنا محاضرات عن الكفف أو عن المكفوفين بشكل عام، طريقة تعليم الصم، لغة الإشارة، كيفية التعامل معه. كان عندنا محاضرات أيضا، وعندنا مشاركات أيضا من خارج سوريا، من الأردن، من مصر، كان عندنا من العراق، كان عندنا محاضرين من دول خارج سوريا أيضا. هي المبادرة كانت أكثر وصولا، نحن نقول يعني كونه اليوم نحن بالظروف راهنة، التواصل الإلكتروني صار منتشر أكثر، يعني نوعا ما هي أقرب للناس، هو الواحد ببيته قدر يتلقي المعلومة. كانت احتكاك مباشر مع المحاضر، يسألوا الأهالي خاصة اللي عندهم أطفالهم، اللي أمهات اللي أطفالهم عندهم اضطرابات معينة. كانت صرت الوصل أسهل نوعا ما عن بقية، وتجربة كانت ناجحة الحمد لله عن ما سبق من تجارب. نعم، يمكن دائما سبل معودتنا على التجدد ودائما في نشاطات بتحكم الظروف يعني اللي احنا عم نعيشها. خلال شهر رمضان المبارك خلينا نحكي تم توزيع ايضا وجبات افطار كانت منظمه وايضا مجهزه لتوصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص اللي هن بحاجه انه نحن نعطيهم شويه دفى وشويه امل ونحسسهم بشعور العيله. احكي لنا عن هيدا المبادرة أيضا اللي كانت جدا مهمة بشهر الخير. بشهر الخير كانت توزيع الوجبات بجمعية سبل لأطفال الجمعية أو المستحقين الجمعية من العوائل المتعففة. كان عبارة عن توزيع وجبات بفطار بشكل يومي تقريبا أو موزعة على مدى الشهر الكريم، وكان معنا مشاركات أيضا من جمعيات تانية، مو بس نحن اللي قدمنا، كان عندنا مشاركة من جمعية جذور، من جمعية ساعد، من مركز بيت الإبداع، أكيد. من مشروع بادر التنموي، كان عندنا مشاركات خلال الشهر الكريم من أهل الخير اللي ما تركونا، اللي هن قدموا لأطفالنا، اللي هن لهم الفضل الكبير. دائما بقول لولا دعمهم ما بتمشي أي جمعية، ما بتستمر بنشاطها. كان عندنا نادي سبل الرمضاني للأطفال، كان يختلف، إذا بدنا نسمي اليوم نادي فنوعا ما حيكون يعني نتجه دغري للأنشطة الترفيهية، لا هو من وحي الشهر الكريم، كان عبارة عن تحفيظ جزء عمل للأطفال، إضافة لقصص الأنبياء، مشاهدات لحوارات خلينا نقول بناءة، حفظ الذكر والأحاديث من وحي المناسبة أو الشهر. كانوا الأطفال عم يتفاعلوا معنا، وحتى الأشغال نحن مثلا طريقة صناعة الأشغال اليدوية اللي نتممها مثل الفانوس، التفاصيل هي، الهلال، النجمة، هي تفاصيل كلها أطفالنا، حتى هنا يصنعوا بإيدهم مثلا بعض الوجبات اللي هنا ياخذوها لأهاليهم. يعني هي التفاصيل كثير بتخلي الطفل يعيش الشهر الكريم، يتعرف اكثر. ما فينا نحن نحيد اليوم اذا كانوا من اطفال ذوي الاعاقه عن المناسبات الاجتماعيه، لا معلش يشاركونا بهي التفاصيل ولو بنسبه استجابه بطيئه عندهم، لكن ممكن انه تاثر فيهم بشكل منيح. خلينا نحكي عن اطفالنا خلال شهر رمضان الكريم،
كيف كان مثل ما حكيت عن التفاعل؟ خلينا نحكي عن تفاعلهم، اكيد مو كلهم حيكون تفاعلهم واحد، كيف قدرتوا تتعاملوا مع الاطفال اللي ما يعني ما حابين او ما حابين مثلا يتعلموا، ما حابين يحفظوا، ما حابين يشاركوكم بنشاطاتكم، كيف بتحببوهم انتم بهذا الشيء؟ كيف بتشجعوهم وكيف يعني اكيد يعني كيف نحن بدنا نفوت هي القيم الاخلاقيه باطفالنا برايك؟ هلا بدي احكي على قيم اخلاقيه، نحكي عن شيء كثير حساس وبحاجته كل شخص منا. تمام. يعني طفل ببيئه جاي من بيئه مختلفه تماما، بيئه الاب والام، البيئات المختلفه اللي هو عايش فيها، حتى العادات المكتسبه من خلال التربيه. اذا بدنا نحكي عن كيف كل طفل بدنا نيجي نحن خلينا نسميه نقرب لميوله او لافكاره او ما يهوى يعني بمعنى اخر. نعم. سواء كان عندي طفل يعاني من اي مشكله كانت او من اي اضطراب سلوكي او اضطراب تعلمي او اضطراب نفسي او نمائي ايا كان. هون بدي اجي على طفلي اعرف انا شو الميول تبعه. تمام. يعني هو شو بحب. يوم نحن جايين على فتره صيف، الصيف بابه واسع كثير. فقديش نحن بنقدر نكتشف شخصية طفلنا وميوله. ما بدي أقول هون على ذكائه، نسبة الذكاء الاي كيو المعروفة نحن، لا، اي كيو له قياس ذكاء محدد نقدر نطالع نتائجه خلال مختصين القياس وتقويم التربوي. لكن إذا بدي أحكي أنا على ميول الطفل، الذكاءات المتعددة، يعني نظرية الذكاءات المتعددة بميولها المختلفة أو بأنواعها اللي تختلف عددها، ما كتير بهمني العدد بصراحة، لكن أنا بدي أعرف ميول طفلي وين. أنا كيف بدي أعرف إذا هو ما حب هذا الشيء يعمله، ما حب يميل على شيء آخر، ما حب يقوم بهذا النشاط، ما حب يشارك رفقاته بهذا النشاط، شو هي الطريقة اللي أنتم الطريقة هي هون أعرف كيف ذكاء طفلي، ما نوع ذكاء طفلي، هون السؤال، إنه ما نوع الذكاء طفلي، شو عنده؟ فبدي بلش أنا بنظرية الذكاءات، إنه طفل عنده مجموعة من الذكاءات يمتلكها، هي عبارة حنين نقول صفات أو سمات شخصية عند كل فرد منا، حتى نحن بنمتلكها. كأطفال بنبلش بنظرية الذكاءات المتعددة، من ناحية الذكاء اللغوي، بنلاحظ إنه الطفل عنده إبداع باللغة، يعني بالكتابة، باستخدام المفردات، بقواعد اللغة، من خلال النقاش والاحاديث. نعم. الطلاقه الكلاميه هي بنسميها ذكاء لغوي عند الطفل. تمام. فمن هو وصغير بنلاحظ عنده قوه بالشخصيه، قوه بالحديث، بتلاقي يعرف الصف مثلا، مشاركاته كثيره بالصف، قد يكون كثير الكلام. تماما. قد يكون كثير الكلام. صح. هذا الطفل عنده ذكاء لغوي تماما، يتساءل كثيرا، ممكن يستفزه اي موقف يصير، اي شيء يصير يستفزه حتى يقدر يسال عنه. فهون انا كثير بدي اعرف كيف احتويه لطفلي، ما دائما نصده اسكت موقف ما تحكي، خلينا نحتويه اكثر بشيء بخصه، لانه طفلي ممكن يبدع بالكتابه، يبدع بالقراءه. صحيح. بالشعر، بالسيناريست مثلا، يكتب قصص قصيره. ممكن. تماما، هي التفاصيل كثير بتخلي الطفل يتنمى ذكائه. صحيح. بمجال الذكاء اللغوي تحديدا. نعم. حتى بنلاحظ في عندي اليوم كورسات لطفل المتحدث الصغير او الاعلامي الصغير او يعني هي التفاصيل، الصحفي الصغير. تمام. تلاقي الطفل ببلش يحقق. نعم. ويعمل ويصور مثلا، هي التفاصيل بتخلي او بيقعد يسجل صوته كاذاعه. حلو. كالقاء شعر. حلو. هي يعني التفاصيل الصغيره اللي نحن من بيتنا بنقدر نطالعها. نعم. والانشطه بتنمي ذكاء طفلي كثير، اضافه للذكاء الاجتماعي. يعني ذكاء اجتماعي مباشره انا بدي اعرف او من المسمى انه هو ذكاء طفل قادر على الاندماج اجتماعيا كثير، قادر على الاحتكاك مع الافراد. نعم. قادر على خلينا نقول يعني يحب الاشخاص اكثر، يفهمهم اكثر. نعم. بنلاحظ انه هو شخص عنده تواصل وعلاقات واسعه من عمر صغير، يعني من عمر صغير بيكون عنده كل هي التفاصيل. صحيح. يمكن الذكاء مهم، ولكن الاهم استثماره بالطريقه الصحيحه، لانه كثير في اطفال اذكياء ونحن ما لنا مكتشفين وين الملكه بالضبط، لوين متجهه. ذكرت حضرتك ممكن تكون بالرسم، ممكن بتكون بالرياضيات، ممكن تكون ايضا انشطه رياضيه. يعني خلينا نحن ايضا نحكي قديش الاهل حلو انه يتعاونوا مع هيك مبادرات ليقدروا يعرفوا طفلهم شو بده. احيانا الاهل بيقولوا اي ما انه عم يعمل شيء، لا هو بيكون عنده يمكن شغله بتميزه عن غيره، بس هنن ما نون مكتشفينها. قديش مهم ايضا التعاون بينكم وين الاهل، توجيه احيانا بعض، دائما نوجه بعض، لانه دائما طريقه التربيه خلينا نقول القديمه اختلفت عن طريقه التربيه الحديثه. يعني مثلا وقت يسالوا الطفل شغله ما فينا نقول له دغري مو شغلك او ما تسال. صحيح. او طريقه الصد الخاطئه دائما. تماما. قديش مهم ايضا انه التعاون بين بعض.
هلا بدي اقول انا اليوم قديش مهم اعرف طفلي وين رايح، قديش انا يعني انا اسال قبل ما انا شفت اليوم اعلان كورس معين، دوره معينه اللي هو نعم. اعرف طفلي بيناسبه هذا الشيء، هو بيحب بيهوى رح يبدع، يا ترى شو الاضافه اللي حضف له اياها، يعني شو الاضافه اللي حيحصل عليها طفلي من خلال هذا الكورس ايا كان. نعم. فانا بدي اعرف بدايه انه شو نوعيه النشاط المقدمه، شو المعلومه اللي حيحصل عليها، شو الاضافه اللي حتصير له او تحصل عليها. كمان حنحكي على اذا طفلي اليوم عنده نشاط بيقول له ان شاء الله ما انه كثير شاطر باللغه بس شاطر بالرياضيات، بنلاحظ كثير اطفال منتشره انه عندهم يمكن يكون ذكاء بالرياضيات، فطفلي بيكون ميوله ذكاء رياضي او منطقي، فهو بيهوى الارقام العمليات الحسابيه، بيهوى الاكتشاف مغامرات، بحب دائما يعني ما بتعطيه ما في عنده شيء اسمه هيك، يعني ما في عنده مسلم، دائما يبحث وراء الحقيقه. والمفروض الاهل يراقبوا طفلهم ويوجهوه للمكان او للمطرح اللي هو بيحبه ليقدر يبدع فيه. بالختام كلمه عن النادي الصيفي اللي حتعملوه، شو بتحب تقول؟ بالنادي الصيفي حيكون عندنا انشطه كثيره، مراعين الفروق الفرديه، مراعين التباعد المكاني اهم شيء، الاعداد حتكون اكيد هي الاوقات مدروسه، النشاطات متنوعه جدا، حنا لكن اضافات اليوم كثير كثيره، خارج مكان خلينا شوي نطلع خارج المراكز، عندنا نشاطات بالفروسيه، بالسباحه، بكره القدم، هي التفاصيل الاطفال كثير يعني بيحبوها، وبتفرغ الطاقه تبعهم، اذا كان عندي طاقات ما انا موظفه بشكل صح، بنكون نحن وظفنا لهم اياها بهي الانشطه على مدى 3 أو 4 شهور صيف، الطفل بيقدر يكتسب، ينمي ذكائه، يكون متعاون اكثر. أكيد بنتمنى لك كل التوفيق، وكل سنة وأنتم بألف خير، وإن شاء الله عائلتكم تكبر أكثر وأكثر، ونشوفكم بنجاحات أكيد قادمة. شكرا لك. شكرا كثير، كل عام وأنتم بخير. كل الشكر لك، وإن شاء الله يا رب هيك موفقين بكل خطوة عم تقوموا فيها، وخاصة في إطار العمل الإنساني اللي هو دائما بنحطه نحن بالمرتبة الأولى، ويعني مشكورة الجهود المبذولة، ونعطيكم أيضا بمبادرات ثانية. فطر سعيد. كل عام وانتم بألف خير. وانت بألف خير.